يوم الأحد الثامن من شهر أبريل طبعاً، وأحلى وأجمل وأروق صباح لكم وين ما كنتوا. صباحك حاولت أتأخر شوي شوي؟ يعني أتعزز. أنت تأخر وأنا بروح لك. أي أوكي. صباح الخير مشاهدينا، راح نبتدي معاه. يعطيكم العافية جورج وسيم، شكراً لكم، روقتوا أعصابنا وإن شاء الله بعد يكون روقوا أعصابنا مع المشاهدين. الجو العجيب اليوم، يعني لما الواحد يصحى ويشوف الغيم شعور غريب. والهواء الهواء كان كثير رائع، مع انه شوي في سونه بس اوكي. ولا انا ما حسيت يعني صراحه. على طاري السخونه، عندنا اليوم مواضيع ايضا عن الماء الساخن ومواضيع اخرى، ولكن بنتعرف على بعضها الان ونشوف البعض الاخر بعدين. اذا الماء الساخن افضل الطرق للوقايه والعلاج من الامراض، كيف ولماذا؟ وما هي حقيقة الإعجاز العلمي للماء في القرآن الكريم؟